فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله في ذكر الأحاديث الدالة على وجوب مخالفة المشركين، وأيضا فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فمن الأمور التي نهينا عن التشبه بالمشركين فيها أن نأكل في صحاف الذهب والفضة وأن نشرب بها، كما في حديث حذيفة الذي أورده الشيخ رحمه الله، قوله: فإنها لكم في الدنيا، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا دليل على تحريم تشبه بهم في هذا الصنيع، وهو اتخاذ أواني الذهب والفضة للأكل والشرب، فيكون هذا علة في تحريم الأكل والشرب في صحاف وأواني الذهب والفضة، علاوة على ما في ذلك من الإسراف والخيلاء، كسر قلوب الفقراء، وما في ذلك أيضا من تضييق العملة على المسلمين، إلى غير ذلك من الأسرار التي يشتمل عليها هذا النهي. لكن من أبرزها ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنها لهم يعني الكفار في الدنيا يستعملونها. وليس معنى ذلك أنها مباحة لهم، وإنما هم تجرأوا عليها واستعملوها، فلا نتشبه بهم في ذلك.